بسم الله الرحمن الرحيم. هيو 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 ها في صوت. شو الطول هذا اللي عنده؟ اوف يا اخوان، هذا مجرد شو؟ لا. طب انت مين؟ انت ساحر؟ هم بيقول انا ساحر، ساحر متعلم من الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. طب ممكن ترجع تظهر كمان مره؟ هي هي هي، بيقول لي انا ساحر لدي ايش، قدره اختفاء من الجن. والله راح اشوفه يا اخوان. طب خليك خليك، استحلفك بالله انك تظل. هاي انا بدي. طب ممكن انت تطلع لي في كل وجه، انا ماني صرت اتاتي. ممكن تطلع لي في كل وجهك؟ شلون في شيء في شيء في شيء في شيء. بسم الله، ممكن تطلع لي في كل وجهك؟ طب اظهر لي عشان اقترب إلك. هيو والله اروح اشوف اخوان. بسم الله الرحمن. يعني انا مش فاهم، يعني انا يعني هو بيقول لي انا انسان بشر، يعني هو بني آدم. طب ممكن تظهر في جسمك كامل بعدين إخوان تقولوا إنه طاير؟ يعني شو اللي وصله لفوق؟ أنا مش فاهم. هون هون شو اللي وصله؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. ول كيف بطير هذا إخوان؟ شايفين المسافة؟ يعني تقريبا هون متر، ثلاثة متر تقريبا. بس عن جد اخوان اشي بيخي، يعني بيخلي الواحد مش عارف. بعدين بقول لي انا ايش ساحر لدي، مش عارف. طب ممكن تظهر انت؟ يعني ممكن ظهور منك كمان مرة؟ بسم الله. ممكن اشوفك؟ اظهر لي في جسمك. طيب بس فرجيني حالك كلك، انا بوعدك اطلع من المكان كله. ها انا بوعدك. بسم الله الرحمن الرحيم. اوف طب انت وين؟ ها في صوت، في صوت. اخ شو لون وراه قصه يا اخوان مش طبيعيه، يعني مبين كمان انه كبير بالعمر مش صغير. طب ممكن تعطيني اشوف؟ ممكن يعني اظهر لي، بس بدي ظهور منك. وبعد ما تظهر وقل لي شو اسمك وليش انت عامل في حالك زي هيك. احكي معي.
فاهم انا. اخوان في نار ظهرت ولا شو هذا؟ اخوان رجعت الفيديو في اشي نزل نفسه هذا اللي كان هون يطلع. يعني انا رجعت عدت الفيديو طلعت عليه يعني في اشي بيطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان في صوت الرحمن الرحيم. صوت من وين؟ بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ول. في صوت طلع من جوا. بسم الله الرحمن الرحيم. في صوت اشي هون ورا بس مش عارف شو فيه ورا. انا بسم الله نفسي اعرف صوت المي هاي ايش او هون شو فيه. بس المشكلة هون يا اخوان القزاز صوت بس. صوت بس. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقة يا اخوان تلفوني برن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اخوان بعد رمضان كمان لازم نرجع له يعني. بس المرة الجاية بعد رمضان يا اخوان. بعد رمضان يا اخوان راح اعمل تصوير ثابت في هذا المكان يا اخوان. نزرع فيه كاميرتين هون ونشوف يعني زراعة نخليها. ونشوف شو بده يصير معنا. فخليني اطلع انا من المكان اخوان.